دققت بملف سلطان خانم يا بيك، والدعوة هلأ تأجلت. طيب، الدعوة مهمة كتير عندي، بدي اياك تعرف انه سلطان خانم لازم تطلعوا بأقرب فرصة. لا تاكل هم، انا رح حاول اني طالعها بأسرع وقت ممكن، واحتمال كبير انه من الجلسة الاولى يفرجوا عن الخانم. بتشكرك. العفو، انت لا تشغل بالك عمران بيك، انا رح تابع القضية. شكرا لك. العفو. مع السلامة. الله يسلمك يا بيك. ألو عمران، شو طمني؟ قدرت تحكي شي مع كرم؟ ايه حكيت معه، والشاب وافق يشوفك. أنا بتشكرك كتير عمران، كتر خيرك. وين بدي شوفكن؟ ما عندي أي مشكلة، وين ما بدك. تمام، طبعا موافق، بشوفكن. كتير سهلة. ديما حبيبتي، كيف صرتي؟ عيونك منفوخة اليوم، يعني مبين عليهم ورمانين. خير، شو اللي صاير معك؟ انتي خليكي بحالك. شو عمران وينه؟ ليش عم تسألي؟ ما في داعي لتعصبي، مو مبين، وقلت خليني اطمن عليه لانه لهلا لسه ما رجع على البيت. شو فيها اذا نام برا يعني؟ ليش لا تتدخلي بهالقصص؟ اسفه، بس لانه انت مرته وحامل بهالفتره، اللي بعرفه انه لازم يدير باله عليكي، يعني هو ما لازم يتركك ابدا، يمكن متضايق وهربان من البيت. انت شو قصدك بهالحكي شكران؟ خير، شو بكن؟ ليش صواتكن عاليه كل هالقد؟ ولا شيء مرت عمي، بس كنت عم بحكي لها عن شغلات بتخص فتره الحمل. هذا الموضوع ديما وافي، شو اللي صاير بيناتكن؟ مو أنا حامل؟ فعصبيتي زايدة، مو محرزة القصة. قولي لي، حكيتي مع عمران اليوم؟ لا. بدك مني شي تاني؟ شو، لوين بدك تروحي من الصبح؟ رايحة على الشركة، بدي شوف عمران وأحكي معه. أنا رايحة معك كمان، بدي أحكي معه. مالك علاقة بالموضوع، بدي أحكي معه بشي بخصني. أهلا وسهلا. أهلا
أختي؟ أنا طالعة لفوق. إيه؟ أهلين نعمت خانم. الحمد لله رديتي بنتي، رح أموت من الخوف عليكي. أنت منيحة؟ منيحة. ليش طلعتوا من البيت؟ أنتوا وين قاعدين؟ رح نموتوا من الخوف عليكم. نحن مناح لا تخاف. شلون ما نخاف بنتي؟ في ولد ببطنك واسطنبول كبيرة وأنتوا غربة عنا ولحالكم وما بتعرفوا حدا فيها. نعمت خانم، أنا منيحة والبيبي بخير. أنتوا وين قاعدين هلا؟ ما رح أقول لك، هذا الشيء ما بيخصك. ليش هيك عم تحكي معي؟ بنتي ليكون في حدا غلط بحقكم. مين اللي ضايقك؟ احكي لي. نعمت خانم، انت بتعرفي كثير منيح شو مساوية معي. حضرتك طلبتي من المحامي يخلي امي محبوسة، وقلتي له كمان ما يتابع القضية. بس انا عملت هيك كرمال مصلحتك بنتي، مشان ما تعرف انك حامل. البيبي جواتك وعم يكبر ورح يبين. هذا ما له عذر بنوب. ما بصير تخلي امي بالسجن كرمال هالشي. تمام بنتي اهدي، كل شيء وله حل. بس قولي لي وين انتو؟ وبوعدك نطلع امك من السجن، عمران وديما وكل العيلة خايفين عليكم بنتي. نعمت خانم، انا ما عاد بدي ارجع على بيتكم ابدا، وبس اولد البيبي رح اعطيكم ابنكم واخلص من هالقصة. بس انا مالي متلك، انا رح اوفي بوعدي لا تخافي. يلا بخاطرك. طولي بالك شوي رفيف. اسمعي رفيف، الو رفيف. يا ربي يا ربي، كيف بدي رجعهم على البيت؟ يا ربي شو ساوي؟ بترجع يا الله ساعدني لحتى حل هالموضوع قبل ما يعرف. اوف. مو بس انت ابني، كل العالم مفكريني ميت. ما حدا منكن له ذنب، هذا ذنبي لحالي. وانا بعترف انه يلي عملته غلط. بترجاك تسامحني كرم. انا من وقت ما وعيت على هالدنيا وانا محروم من الاب. كنت كل يوم اتخيل شكلك وارسمك على ورقه وخبيها، واذا حدا من رفقاتي حكى عن ابوه اقعد ابكي. اذا مو قدران تكون جنب ابنك، ولا قدران تحميه، ولا تكون معه وقت يحتاجك، ليش لتصير اب؟ بس انا كنت محظوظ لانه في عندي عيله ربتني واهتمت فيني، كل يوم بحمد ربي عليهم. معك حق اللي قلته، عيلتك هي جدك واخوالك، خليك معهم على طول. وهذا اللي رح يصير اصلا، لهيك انا ماني بحاجه بحياتي للاب بنوب. انسى انه في عندك ابن. كرم، صدقني كل شيء رح يتصلح نادر. لسه بدها صبر، بس صبر. بتمنى يكون عندي عمر لوقتها. من امبارح ما بعرف اي شيء عنه، ولا حتى اتصل فيني. رحتي سألتي عنه بالشركة؟ سألت وماله هنيك. بجوز يكون عم يدور على رفيف. يمكن شافه وحكوا. معقول يحكي للحقيقة؟ وقتها بتكون مصيبة. مو أنا هلأ واقع بمصيبة كبيرة، مو طالع بإيدي شي وحاسة حالي إني مشلولة. شو رأيك ناخدهم لعندك على المطعم؟ لك أنا كل عمري قاعد بهالمطعم، خلينا نطلع لغير مكان. خلص منروح على غير محل. ايه بيكون احسن، لانه ما في اكل بالبيت.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلين فيكم. أهلين فيكم. لك رفيف، أنتوا شو عاملين بالبيت؟ أوه والله يا عمران طلع بيتي حلو، أنا ماني عارفة. إيه أنا ونظلي حبينا نرتبه شوي. يسلموا إيديكم، هلأ بيّن شكله. أي والله وريحته بتاخد العقل، الله يسلم هالإيدين. تفضلوا على العشاء، جاهز. يا الله قديش إلي ما أكلت بالبيت. جلال أختي، أنتوا قعدوا ارتاحوا وأنا بجيب الأكل من المطبخ، تفضلوا. معقول هالحكي؟ أنتوا أكيد تعبانين. خلاص أنا وأختي منجيب الأكل. لكن هلأ صار فيك تعب. لك يا رجل، حتى لون الصحون تغير. إن الرقم المطلوب خارج نطاق التغطية، يرجى المحاولة لاحقا. مغلق. ديما مشان كلي لك شي لقمة. مو جاي على بالي أمينة. صدقيني رح يتصل فيك، بس انت ارتاحي شوي. قولي لي كيف بدي ارتاح؟ يا عيني، هلأ وفيتي بوعدك. خير إن شاء الله. أي وعد؟ رفيف وعدتني تعمل لي محاشي من تحت إيديها. عجبك طبخي؟ ما في أطيب من هيك. بصراحة بتطلع أطيب من هيك بالعادة، بس استعجلنا شوي. طعمتها بتاخد العقل. صحتين وعوافي. على قلبك، يسلم إيديك. إلي زمان ما أكلت طبخ بالبيت، طعمته بتاخد العقل. يسلموا. صحتين وعوافي. إن شاء الله صحة وعوافي. على قلبكن. يلا نزلي قومي نضب السفرة. لو سمحتوا لا تعذبوا حالكن، أنتوا ارتاحوا وأنا بضبها. ما بيصير هالحكي. لا بيصير ولا يهمك، أنا بضبها. أنتوا تعبتوا كتير اليوم، روحوا ارتاحوا. ليكي أختك رح تنام فورا. لا أبداً، مو نعسانة. يلا روحوا ناموا وارتاحوا شوي، أنا وجلال منضبها. طيب مثل ما بتكون براحتكم، تصبحوا على خير. ايه عمران بيك، بق هالبحصة اللي بتمك، ما صار لازم هلأ تحكي لي اللي صاير معك؟ لحظة شوي، عالناشف ما بيمشي الحال، استنى جاي. إن الرقم المطلوب خارج نطاق التغطية، يرجى المحاولة لاحقا. لهلأ خارج التغطية. لك وين اختفى؟ والله رح جن. طيب ديما، بيجوز يكون نازل بشي أوتيل، شو رأيك نتصل ونسأل؟ كيف يعني بدك يانا نتصل بكل هالأوتيلات؟ بلكي قاعد عند حدا من رفقاته وحب يشكيله همه ويرتاح، أكيد في عنده رفيق مقرب. شو اللي عم تقوله أنت يا عمران؟ مثل ما سمعت جلال، أمه للبيبي مو ديما رفيف. طيب ورفيف بتعرف؟ ما بتعرف فيه منوب. شو بدك تعمل؟ رح تخبرها؟ كيف بدي خبرها يا جلال؟ أنا بحياتي ما احترت بشي لهالدرجة. والله معك حق، شي بحير. يعني إذا حكيت مصيبة وإذا سكتت كمان مصيبة. يا الله، بتمنى ساعدك بس ما عندي حل. والله وأنا كمان ما عندي حل، كل شي مسدود بوشي وما عم لاقي أي حل أبدا، من جهة رفيف ومن جهة تانية ديما، ما بعرف شو بدي أعمل. صعبة، صعبة كتير كتير صعبة.
الولد بس يجي بيجيب الفرح معه. مستغرب كيف زعلانين من بعضهم لهلأ. والله انشغل بالي عليهم، لهلأ ما منعرف وينهم. ديما راحت لعند أبوها وبكرة بتجي. طيب وعمران ما كان عنده شغل اليوم؟ المرأة على الشركة وطلع. أنا زعلان منه لأنه ما عزب حاله وخبرنا وين هو موجود. بحياته ما كان يعمل هيك شيء. أنت لا تخاف عليه زياد بيك، مالنا غير ندعي رب العالمين يهدي باله، الله يختار لون الخير. آمين. صباح الخير عمران بيك. صباح النور. جلال ما خلاني روح مبارح، نمت هون. ايه قال لي جلال بيك. أنا رح أجهز الفطور ماشي؟ رفيف فيك تعدي لنحكي شوي؟ طبعا. في إلك خبر حلو عندي. مبارح حكيت مع محامي جديد وهو رح يهتم بقضية أمك ورح نطلعها بأقرب فرصة. يسلموا. وكمان في خبر تاني عن البيبي. عمران بيك شو مو حلو الخبر؟ البيبي طلع صبي. عن جد عم تحكي؟ شو حلو هالخبر؟ ما بتتخيل قديش فرحتني. أنا دايما كنت بتمنى يكون عندي صبي. يعني بعرف أني حاضنة وهاد بيكون ابن حضرتك. لا تقولي هيك لو سمحتي. ألف مبروك عمران بيك، والله فرحت لك كتير. طيب أنا رح أجهز الفطور. يا سلام هالبيض ريحته بتشهي. يلا عمران انتوا اقعدوا انا بجيب الشاي. انا رح اجيب الشاي جلال. لا ولا يهمك. انتي منيحة؟ هالفصعون عم يرفسني ولساته ببطني. حط ايدك. عمران حلو كتير ورفيف كمان هون. إن شاء الله تكونوا مبسوطين. وعملت لك الأكل كمان؟ آه؟ مو وعدتي تعملي له الأكل بإيدك؟ طبختي له ولا لا؟ ديما اهدي شوي، انتبهي على حكيك. أنا طول الوقت مشغول بالي عليك وما عم نام وانت قاعد هون معه؟ لك يا عيب شو عليك؟ يلا تعي خلينا نمشي. بعد ولا تلمسني. مرت أخي انت فهماني الموضوع غلط. أنا فهماني الموضوع منيح وشفت اللي شفته وما رح ازعج حدا. أنا لحالي بمشي.
ديما، ديما وقفي. أختي شو صار معي؟ ما في شي نزلي، ديما خانم كانت معصبة وصار سوء تفاهم مو أكتر من هيك. ديما، ديما، ديما وقفي. شو؟ شو صاير لك قليلي؟ شفتكن عمران وأصحك تنكر هالشي. لك أنت عم تحكمي علي غلط، اللي بالك مو مزبوط. وأنت ليش كتير مبسوط؟ أنا متأكدة إنه في شي بيناتكن. ديما أنا مليت منك. وأنا كمان مليت. نحن وصلنا لنهاية الطريق. شو قصدك قولي؟ بدي نتطلق فوراً. عن جد؟ ما عم بقدر أتحمل وما بدي أزعجكم معي. طيب طالما أنت هيك بدك نتطلق. لك في ولد بالموضوع؟ أنا بكون أبوه وأمه رفيف؟ شو أنا ما بدي يجينا ولد ونفرح فيه؟ بس مو بإيدي أنا، مو بإيدي. أنا وحدة عاقر ما بجيب ولاد. بترجاك أنا بدي أكون أم، بدي يصير عندي ولد. الله يوفقك. اسمعني ابني، بدي إياك تعرف كتير منيح أنه رب العالمين رحيم بعباده. أي شي بيقسم لنا إياه بيكون في خير لإلنا. بعد شهور رح يصير عندكن ولد وأنا رح صير تيتي، رح تصيري أم وأخيرة. ما بتفكري غير بحالك، حطي حالك محلها شوي، حسي باللي عم تحسه. لو ما صار اللي صار هديك الليلة ما كنا رح نحكي هالحكي هلأ. مع الأسف حضرتك مستحيل تكوني أم. البيبي من عمران ورفيف. ما حدا رح يعرف شي عن القصة. أنت رح تكوني أمه لهذا الولد، وهالشي رح يضل سر، رح يضل سر بيناتنا لآخر لحظة بحياتنا. من اليوم ورايح ما رح يصير اللي بدك إياه. هاد الولد ما رح يخلق، ما رح يخلق. طالما هيك بدك رح نتطلق. رفيف أنا طالع. ليكي لا تضايقي حالك على الفاضي، عمران بيك بيكون حكى مع مرته وصلح الأمور، بالنهاية اللي صار كان سوء تفاهم، ماشي؟ يلا بشوفك. رفيف؟ ديما خانم ليش عيطت عليكي؟ ليش خلتك تبكي؟ نزلي لا تسأليني عن شيء، الله يوفقك. بس يا أختي. نزلي انسي هالموضوع، يلا قومي جهزي حالك مشان نروح عالسجن. ديما شو هالفوتة؟ لا تردي تصطفلي، شو دخلني؟
مو قضية الست سلطانة أنت متوليها كمال بيك؟ من أول يوم أنت بستلمها. مزبوط هالحكي، بس أنا انطردت. مين هو اللي طردك؟ عمران بيك، أنهى شغلي بالشركة. ابني عمران؟ إيه فهمت. أنا ما بترك حضرتك بهيك حالة، خلص انتظر مني خبر. ماشي نعمة خانم. عم تتحسني وكم يوم ما بضل فيك شيء. يسلموا بنتي. قولي مين يلي أذاكي خالة سلطانة؟ ليش ساكتة وما بدك تحكي؟ صار اللي صار وانتهينا، شو رح تفرق إذا حكيت؟ خديجة هي ضربتك؟ عائشة لا تفوتي بهالمواضيع، ليكي أنا تعلمت أبقى ساكتة، أنت تعلمي. هذا مو عدل. اسمعيني منيح هلأ، اليوم رح يجوا بناتي على زيارة، بس ما رح يرضوا يطالعوني من هون. انتي روحي وشوفيهم بدالي، قولي لهم أمكم مريضة، أو قولي لهم ممغوصة شوي وشغلتها بسيطة. عائشة تحركي يلا بكفي. نزلي نزلي استعجلي شوي لأنه رح نتأخر. يلا أختي ليكني نازلة. ألو أهلين عمران بيك. كيفك رفيف؟ كيف بدي يكون على حطة إيدك؟ ما تتضايقي على اللي صار اليوم. عمران بيك أنا ما بحب كون سبب مشاكلكم، بعدين ديما خانم عم تعتبرني المسؤولة على طول. والله تعبت كتير، مالي متحملة موقف تاني. خلاص ما عاد تصير هالمواقف، لا تشغلي بالك. أنا جاي لعندكم هلا، خلينا نقعد نحكي. بس نحن رايحين نشوف أمي بعد شوي. أنا صرت قريب، بوصلكم بطريقي. لا، لا شكرا عمران بيك، منروح لحالنا أنا وأختي، ما في داعي تعذب حالك، مشوارنا مو بعيد. ماشي، مثل ما بدك. اتصلي فيني إذا احتجتي شيء. شكرا، مع السلامة. لك اعتبرتها إنساني وسألتها شبك، بس ما رضيت تجاوبني. تخيلي مرقت من جنبي مثل القضى المستعجل. يعني بلكي من البرد كانوا مدمعين عيونها. عم بحكي عن جد، أنا أحياناً بطلع بالهواء بلاقي دموعي نزلوا مثل المطر. وأنا كمان بدمع لما بقشر بصل. هلأ يعني معقولة ديما خانم تفوت على المطبخ وتقشر بصل؟ قلتلكن ديما كانت دموعها مثل المطر وطلعت عقودتها وانتو عم تتفلسفوا. لا ورفيف واختها كمان مانن مبينين، يعني انا ما رح اقدر احكي براحتي مع اهل البيت وافهم منن شو صاير. اهلين. بتمشي بلا ما تطلعي صوت، بتظهري فجأة بلا ما نحس عليكي. شو صاير مع ديما؟ ديما كانت فايتة ودموعها على خدودها، سألتها شو صاير بس ما ردت. تمام، انا رح شوفها واحكي معها. هي لان حامل الهرمونات اشتغلوا طبعا. وانت لسانك عم يشتغل طول الوقت، شغلي ايديك شوي احسن لك. عملوا القطع أصغر من هدول، مو شايفين يعني؟ ديما شو عم تساوي؟ بدي روح. لوين بدك تروحي؟ راحة إجازة على فرنسا. ما اقتنعت باللي عم تقولي؟ وأخيرا صار اللي تمنيتوه، رح ترتاحوا وتخلصوا مني. لحظة شوي ديما، استني خلينا نحكي. ديما واقفي، أنا عم بحكي معك. بدك تحكي اللي صاير معك بالتفصيل، عدي لشوف. بما أنك مصرة رح قلك، فضلك أنت انتهى كل شيء. شو اللي انتهى؟ ما فهمت. ايه ماشي رح قلك، رح روح واتركك مع أسرارك وكذبك واعتبريني برات الموضوع. أسرار وكذب؟ شو يعني تخانقتي انت وعمران؟ ايه مرت عمي تخانقنا، ليش هيك استغربتي؟ ديما تعي شوي، عدي خلينا نحكي على رواق لأفهم منك.
لا تواخذيني، بس مالي طايقة ابقى ولا دقيقة واحدة هون. رح تترك البيت وتروحي؟ ايه طبعا، رح نتطلق انا وعمران. عن جد يعني رح تتطلقوا؟ هي اللي هيك طلبت. ايه وبعدين؟ وافقت. يا الله، معقول توافق على الطلاق؟ والله يا جلال بهالحياة ما عاد في شي مستحيل يصير، والطلاق ممكن كمان. بسببك انتي زواجنا انتهى. شو مبسوطة؟ كل شي بيلتقى له حل. خلينا نقعد شوي ونحكي، بترجاكي. ما عاد في شي انحكى، عمران كمان عنده رغبة بالطلاق، حتى انه متحمس. وزياد بيك كيف رح يعرف؟ عادي، تقدري تخبريه بأسلوبك، انتي متعودة على هيك قصص. لوين رايحة ديما خير؟ بدي روح، ولا ما عم تشوفي؟ ولوين بدك تروحي؟ ما انتي بتتمني روح، وصار مرادك. الله يسامحك، ليش هالحكي؟ انتي ست هالبيت من اليوم ورايح، انبسطي. شكرا خانم. شو بكون؟ ديما بدها تروح. لوين بدها تروح؟ انا وعمران قررنا نترك بعض. يلا بالاذن. امي، انتي سمعتي ديما شو قالت؟ طيب شو بدنا نعمل هلا؟ مرت عمي، شو صار لك؟ مرت عمي، شو صار لك؟ لا تتوتري. طيب قولي لي شو صاير له؟ امي هلا وينها؟ جوا تعبانه شوي. رفيف شو بقى امي؟ عائشه اسمعي، الله يوفقك، لا تخبي عني. امي شو صاير له؟ ليكي عائشه قولي الحقيقه، الله يخليكي. امي شو بقى احكي بقى؟ عائشه هي امي، مالنا غيرها، قولي شو فيها، جاوبيني، لا تضلي ساكته. امي شو صاير له؟ ليش عم تصرخوا؟ قولي لي شو فيها امي. ليش امك مين بتكون؟ سلطانة دوغان. سلطانة بالمستوصف تعرضت لطعنة بالسكين. كيف؟ طيب كيف صار هيك؟ عم نحقق بالموضوع وما عرفنا شي. شو يعني عم تحققوا بالموضوع؟ وكيف يعني ما عرفتوه؟ بدي شوفها هلا فورا. لا ولا تحلمي حتى. عم قلك بدي شوفها لأمي، سمعتي؟ لك وقفوا، لوين رايحين؟ بعمري ما كان يخطر لي إنه توصل الأمور بينك وبين ديما لهالدرجة. يعني كيف صار هيك؟ فكرتكن عايشين بسعادة، وكنت أقول قديش متفاهمين. خسارة. أنا كمان مو مصدق اللي صار. فيك تقول إنه هذا قدرنا بالحياة، ما فينا نعارض القدر. أنا ماني مقتنع، مبين أنها حكيت هالحكي وهي معصبة، لما شافتك أنت ورفيف فقدت أعصابها. طيب أنت ما قلت لها أنه ما في شي بيناتكم؟ وأنه هي بجوز فهمتكم غلط؟ معقول ما قلت لها، بس أكيد ما صدقت. يا الله، الموضوع اللي صار غير ديما كتير، وخلق جواتها كره كبير. ما عاد شافت بعيونها، كأنها حاطة لحياتها إطار وما بدها تطلع براته. ديما؟ انت عن جد عم تحكي؟ ايه عن جد. نحن وصلنا للنهاية، اتفقنا انه نتطلق. ليش؟ هذا اللي كنتي بدك توصلي له؟ ما كنت بدي نوصل لهون. وقتها كنت معصبة وما عرفت كيف حكيت هيك، وكأنه عمران كان ناطرني لأطلب قبل فورا يطلقني. طبعا، وانت ما كنت متوقع انه هيك يكون رده لعمران؟ اكيد ما توقعته يقبل. ما ظنيت ينهي زواجنا بكلمة واحدة مني، بس من غير تردد قبل. هو كمان من عصبيته بيكون هيك حكى، بس تهدى الأمور بيناتكم ترجعوا لبعضكم. برأيي عمران بيك مستحيل يتخلى عنك بعد كل هالسنين. ما بعرف يا أمينة، والله ما عدت واثقة فيه. عمران تغير، ما عاد هو نفسه الشخص اللي حبيته. تعرف شو اللي مضايقني بالموضوع؟ إنه ديما ما عادت وثقت فيني. طيب عمران، أنت بتوثق فيها؟ إذا بتذكر أنت قلت لي آخر مرة إنه ديما خبت عنك الحقيقة، قلت لي بوقتها إنه مرتي كذبت علي. على الأغلب أنا كمان ما بثق فيها،
بالصدفة عرفت أنه رفيف هي أمه للجنين. يمكن ما كانت قالت لي بحياتها. كيف فيني أثق فيها بعد اللي صار؟ فيك تقول أنه الثقة مثل ريشة العصفور، إذا طيّر الهوى ما عاد فيك تمسكها بنوب. أمي أنت هلأ أحسن ما هيك؟ إيه الحمد لله أحسن. يا ريت حدا يفهمني هي ديما شو مشكلتها. وأنا مثلكن ما بعرف شو صار له فترة عم يتخانقوا وعم نسمع صوته. إلنا مشكلة وبتمرق ما توقعنا هي. الله أعلم شو صاير بيناتهم. أبصر شو القصة. لو الشغلة مو كبيرة ما كانت وصلت للطلاق. ما بيطولوا كم أسبوع وبيتطلقوا بجلسة واحدة. خلاص طلقتيهم من بعض شكراً؟ في بيبي بالموضوع؟ إيه لكن رح يصير في قضية وصاية كمان. بس أكيد ما رح نترك للولد لديما خانو، ما هيك مرت عمي؟ اسمعوني منيح، ما بدي حدا يضرب هي المسألة غيرنا نحن الثلاثة. بابا ما رح يعجبه هالشي بنو. اصحكن يدرى، ما حدا رح يعرف غيرنا. فهمتي علي شكراً؟ فهمت مرت عمي. لهلأ لساتني ما عم استوعب. والله ما عم صدق، بيطلع لي واحد غريب وبيقول لي فجأة أنا بكون أبوك. طيب فهمني شو بدك تعمل هلأ كرام. أبي كان شخص مجهول بالنسبة إلي، كنت اشتاق له وأتمنى أتعرف عليه. اسأل يا ترى كيف كان شكله؟ بس بعد ما عرفته كرهته. معقول كل هالسنين هربان منا؟ زيف موته وعاش حياته بعيد عني وعن أمي. جدي كيف بدي أقول بابا لهيك زلمة؟ عندك حق يا روحي، هو محقوق. ماني محتاج لإله بعد هلأ. عشت كل هالسنين لحالي ورح كمل لحالي. بعدين أنتوا موجودين وهذا الشي بيكفيني. أنت وخالي بعمركم ما كذبتوا علي. نحن جنبك على طول يا ابني، وهالقصة رح نتخطاها مع بعضنا إن شاء الله. معكم بس خمس دقايق للطاولة بلا صوت. بنتي يا الله شو خفت عليك يا حبيبتي. الحمد لله أنك بخير يا حبيبتي. أمي قولي لي شو صار لي. ولا شي يا بنتي لا تخافي. مين اللي أذاكي هيك يا روح؟ لا تشغلوا بالكم بنتي. أمي مين عمل فيكي هيك؟ ما حدا عمل شي يا عمري، تزحلقت بالحمام كانت حادثة. لا تخبي علينا الله يوفقك. قولي مين اللي سوى هيك فيكي؟ يلا صار لازم تطلعوا بكفي هالقد. لقيتوا اللي سوى هيك؟ عم نحقق بالقصة وإلا ما نعرف. إمتى يعني مثلا؟ بعد ست شهور يعني؟ رح فوت على المدير وحاكي. المدير عنده شغل وما أنه فاضيلك. أنا ماشي يا روحي. لك وافي لوين رايحة؟ رفيف لا لا تتحركي. وينو المدير؟ افتح الباب. وافي عامل لك وافي رح توقعي حالك بمشكلة. وافي اتركيني بحالي. امي بتنطعم بالسكين وانتو ساكتين وما عملتوا شي. افتح الباب افتح. ليه عم تصرخي؟ وينو المدير؟ بدي اقول له شغله. بدي شوفي. ايه لهون وبس. ستوا لي اياهم برا. تحركوا لشوف. تحركوا تحركوا. بعد اتركني. ولا برا بسرعه. عمى ما بتفهمي في شيء. يلا قدامي امشي. عمل لك اتركني. لك تحركي. اتركني يا قلبي. يلا يلا تعي يلا. طالعك من هون ما رح اترك. يلا تحركي قدامي. تحركي. شيل ايدك بعد. بعد اطلع لحالي. رفيف يا روحي. أختي شو رح نعمل هلا؟ أمي ما نبي أمان بهالمكان، لازم نطلع بأسرع وقت. الوضع اللي وصلنا له بسبب نعمة خانو، هي السبب. يلا نزلي امشي بدنا نروح. إلا رح يجينا حفيد يملى علينا حياتنا، ليك لشو وصلنا. بما إنهم أخذوا هيك قرار معناتها المشكلة بيناتهم ما إلها حل. شو اللي صار بيناتهم أمي؟ ما حكوا قدامي؟ لا والله أنا من وين بدي أعرف؟ ما عندي فكرة عن اللي صار. إذا منقول للبابا يمكن يقدر يصالحهم. لا دخيلك. اصحك بنتي اصحك.
أبوك ما لازم يعرف شي عن هذا الموضوع. خلص أنا رح أحكي مع أخوك عمران، رح أقول له هيك ما بيمشي الحال بالمرة. أنت انتبهي على شكران ولا تتركيها، لأنه ما بتنبل الفولة بتمها بلا ما تزيد المشاكل أكتر. خلص أمي مثل ما بدك. طيب شكران خانم، قولي اللي بدك تقوليه بقى ليكون المدرب بطل يجي. لك قايمة لقيامة، هلأ وقت المدرب غصوه؟ شكران شو صاير؟ ليك وهالحكي رح يبقى سر بيننا، ما بتنجاب سيرة لمخلوق. يلا قولي شو في؟ قربوا، قال عمران وديما بدهم يتطلقوا. عم بحكي جد والله. ليش لحتى يتطلقوا؟ شكران. نعم عمي. ممكن تجي شوي إذا سمحتي؟ يلا عمي جاي. أمور عمي. إذا ما عندك شغل بدي أطلب منك طلب صغير. لا عمي ولا يهمك، أنت بتأمر أمر. يعني في عنا شغلة مهمة بدنا نسويها أنا وياكي، منروح ومنرجع دغري على طول. أي منروح، بس معلش أعرف لوين؟ شو رأيك تكون مفاجأة؟ رح تعرفي لما تشوفي. تمام، لجهز حالي وانزل فورا. ماشي. تمام بنتي، بس لا تطولي. حاضر. عمران بيك اتصل شي؟ لا ما اتصل. أنا وين موبايلي؟ ما بعرف، ما شفته أبدا. نسيته الظاهر، على عجلة تركته بالبيت. شو رح تعملي؟ لازم جيبه بسرعة، بركي اتصل عمران. ما بتأخر. الرقم المطلوب مغلق أو خارج نطاق الضغط. خطة مسكر. ما قلت أنها راحت على الحبس مشان تزور أمها؟ مجبورة تطفي جهازها، ما في داعي تقلق كل هالقد. لك أنت ما سمعت اللي حكته مع ديما؟ سمعت وندمان كتير لأني قلت لديمة على مكانك، بس لما اتصلت مبارحة كانت قلقانة وانجبرت أني خبرها. خلصنا جلال، أنت مالك ذنب، أنا مالي خايف من ديمة أبدا، هي أوهمت حالها وصدقت. يا ترى رح تقدر تصلح الأشياء يلي تخربت بيناتكم؟ ما بعرف. أنت مفروض تحاول، يعني قد ما كان بتضل ديمة هي مرتك وحبيبتك. جلال حاجة تضغط علي أكتر من هيك، أنا مو ناقصني. يا صبايا، أنا وعمي طالعين مشوار. أنت وزياد بيك؟ عمي قال لي إنه عامل لي مفاجأة. مفاجأة؟ شو هي؟ ما خبرني شو هي، يعني بظن إنه رح يجيب لي شي هدية، وهالهدية يمكن تكون طوق أو سيارة. إن شاء الله الهدية تعجبك. يلا بشوفكن. شكراً خانم. لحظة، كنا عم نحكي وما خلصنا. مشان موضوع الطلاق. معقولة أنت غصون؟ مانك شايفتيني رايقة ومبسوطة؟ مالي خلق احكي واخذ واعطي بهالمواضيع المعدته. باي باي. اسيل، انت شو رايك؟ رح يتطلقوا يا ترى؟ انا بعلم بالغيب. سكري على الموضوع ليسمعونا. يلا رجعي على شغلك. اوف اوف منك.